السلام عليكم، هذا محرك بروشلس 3 فاز. ملفاته موصولة نجمة اتجاه أقطاب المغانط بجانب بعضها متعاكسة في القطبية بالتناوب على طول مسار الدائرة. المحرك كله مكون من قسمين. القسم الأول أجزاؤه ثابتة والقسم الثاني أجزاؤه متحركة. اضغط على الرابط أسفل الفيديو، ستجد فيديو قصير فيه شرح مفصل لكل أجزاء هذا المحرك بالرسوم المتحركة 3D. بالنسبة لللف، شاهد كيف تم لف الفاز الأول، ونفعل نفس الشيء بالضبط مع الفاز الثاني والفاز الثالث، نفس الشيء بالضبط كاتجاه وكعدد. نقطة انتهى، وعلى حسب عدد قلب الملفات تبدأ باللف. الأمر بسيط، هذا في الفيديو 27 قلب أو نواة، وهناك أعلى أو أقل، لا يتغير شيء. كما بدأت في لف أول ملف كما في الفيديو، تقوم بتوزيع الملفات بالتساوي الثلاثة. أول فاز أول لفة مع عقارب الساعة، التالية عكس عقارب الساعة، أيضا تخالف الثالثة. عندما ينتهي هذا الملف وتبدأ في الفاز الثاني، تقوم بلف الفاز الثاني كما قمت بلف الملف الفاز الأول بالضبط، لا تغير أي شيء كاتجاه وكل شيء. وأيضا تقوم بلف الفاز الثالث أيضا بنفس كما فعلتها مع الملفان أو مع الفازان الأول والثاني، ثم تربط النهايات مع بعضها البعض. ستجد النتيجة أن هناك فازان متشابهان في اتجاه اللف والثالث معاكس، وهذا صحيح، هكذا يجب أن يكون الوضع. والسلام عليكم.